الحال شد الحال هيدا رجلك لا شد شي أنا لا نجم بلات نوتي جيمي مش هنقول لك بحال بارك في الجوطية وحق الله ما تجمعي راسك شوية من هاد الهبال ديالك اش كنت نقول عليا أنا دابا غادي نجمع شايف بدا الهضرة مني يتكدوا مادام الله يتوجهك قاصح دابا الا جا عندك شي واحد اش يقول لك اقولي لي اش غايقولوا عليا اصلا ما كاين اللي غايجي عندي كاين بوحدي واصلا انا غنوض دابا نجمع صح ما كذبتيش قال لك المزوق من برا اش خبارك من الداخل شبارك دابا وليتي كتحشي ليا في الهضره ونوضي نوضي طيبي لي شي كاسات يا نوض طيبتي لي القلب وحق الله لا لا يلا ما عندي ما ندير معاه يعني اصبر معاه واخا محمقه هز لي الهبالي لا حول ولا قوه زين زين جمع جمع داك الشيء مزيان اشوف خليت نجمع عمر شفت في حياتي شي مرة بحالك قسما بالله واش انت ديما تبقى تنكر عليا ولدك علاش يصفر بحال هكا صدقوا بالله ما نشوفوش هرسي هرسي يا بسم الله اش هداتي اش هداتي اش هداتي هذا مالو دوقي صوبها برجليك هذا ولا لا؟ انت زوين زوين ها الله يتوجهك فطح قسما بالله العلي العظيم واش انت اللي درتيها لك ما كتعجبكش واش انت ما تعرفي تجمعي دار ما تعرفي تطيبي ما تعرفي تنقئي ما تعرفي تصبني ما فهمتكش انايا شنو هو انت هي في ملك الله بغيت نفهم كنعرفش مش عارفيش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وزيدها بالنفاخ أودي نفاخو جيب مشرق لما في قلة الحولي مشرق شكون؟ ما بخش الله عام باش تحلي لا 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 على حاله باز لا الراجل المسكين الله يعطيه الصبر قال لي جي عدي بديه نري مالك خشيت على هاد العفن ما طلعتش لا ليا لا لامي مالك على هاد الشيء كامل هاد الراجل غطجيه مسكين بهاد الشيء يا ختفون ودا اختي جمعي هاد الروينه ودوري براسك شويه وبدارك راه عيقتي وحق الله باز لا الراجل المسكين وحق الله واش بقيتك شنو القضيه علاش شفتي شي حاجه بقيت نقري عليا وكون اشبع فينا معيوره د الراجل اشبع فيا انا نتوما مالكم وراه غيقول لك طالعه المورخجه اوف ما يقولش لك راهي طالعه معفونه الراسه نوضي تقعدي دابا نجمعوا هاد الروينه خصنا فيا جرب قلبي شي نجيب عليك الدره عاد ترشاحي وديك الساعه تهلا يعني نوضي تقعدي نجمعوا هاد الشيء نوضي تقعدي ويلي على الحوايج يلا فاطمه الزهراء انا غنمشي معايا شويه لا لا الوالده خليتها غير بوحدها عقلي على الحاله كي رجعتها شويه قرب لها وان شاء الله يفراز لك لو موفق يلا سلام سلام شحال كنت ندير كتساني واش واش تجمع ليا اهلا مدام اهلا الحداقه مالك دخلنا عليك بالله واش كطيبي بيديك ولا برجليك مشكله هادي حداقيت مشكله ما حداقيتش مشكله شفتك وليت كطيبي مشي برجليك بوجهك مالو راه هو اللي كيطير مشي فشي هاد الحال واش كاين شي واحد كيعجل وكيديرها واش تجي مسطيه واش خيبره شويه ما
بغيت نصايب نسند مسمن اش نقول لك عرفتي شناهو جمعي جمعي على جينا الله يسمح لي انا نمشي نجيب لك مسند من الصاج لا بلا ما تجيب وانا نطيب اش نطيب طيبي لي القلب جمعي جمعي بصفتي يا جماعه بصفتي يا مبغاش تجمع عليا سوايب ما كان خويا مزيان مزيان الله يحفظك كيف تعاود؟ الحمد لله ما كتب لي مغير عندي الساعة ولا لا مالك؟ ماشي مشاكل في الدار اخويا سوايب عاود لي ماشي حاجة في الدار ماشي شي حاجة مهمة شي حاجة دابا وليت كتخبي عليا انا ملي كانوا كيطلعوا عندي مشاكل وكنجي وكنخوي عليك وكتوقف معايا في الحزة اي حاجة كنت كنلقاك جنبي دابا انا جات وقتي باش تعاود لي انا نفيدك ما كان شي حاجه مساعده نعاونك بصح اخويا سوايب ما كتشكاش وقف عليا كنت كنعاونك صراحه ديال الله ما بغيتش نبرزطك المشاكل اخويا دابا انت ماشي خويا لا حول ولا قوه الا بالله اش نقول لك اخويا سوايب انا مرا اخويا عياتني طيباتنا اخويا لحداقه ما تجمع دارها اخويا ما تصبن ما تجف اخويا راه لا اله الا الله محمد رسول الله وي خالي ديك السيده انت كتبغيها شي هي كتبغي وبنات هاد الوقت راه مو هادو راه سير معاها بشويه بشويه بنات هاد الوقت يا الله تليفون تصاورات من هنا ومريض المشكله راه كلشي ولا متاح يوتيوب دخل تعلم العجب شوف كيف اصنع انسان راه تلقاه يا سبح الله على الكلمه وين خالد لا افكار ديال بنادم فهمتي افكار ديال بنادم راه مختلفه كاين اللي تيفكر تيجي باش سلام عليكم تيفكر باش يجي يقلب على شي حاجه فهمتي وكاين اللي تيبقى مقابل غير تصاور وبنات هاد الوقت راه هما هادو اخويا خالد راه صبر وان شاء الله راه ربي يدير الخير انت اللي خاصك توري ولا اله الا الله محمد رسول الله خويا سواد اسمح لي برزتك ماشي ولكن دير معايا قهوه والله حتى لقيتيني يلاه غادي نشرب القهوه غادي لها وهذه هي الرومه يلاه سير تعطل يا مو الفالي كي تعطل بحال هكا تفوق السلام عليكم السلام الله كنت مريح مع شي دراري صحابي واش شحال دابا الساعه شكون شحال من الوقت تكون شكون اللي جيت تعطل ما كنتيش بحال هكا خالي مالك ما كنتيش بحال هكا علاش وليتي كتعطل بزاف شكون اللي راجل في الدار انا ولا انتي وشنو انا نبقى بوحدي شكون نسيت التلفاز ديري شي حاجه التليفون راه عندك يونسك علاش كدوي بحال هكا واش بغيتيني ندوي راه كندوي معاك واش كتبلي رد ما على بالكش شوفي حالتي واش ما كتشوفيش حالتك يا لا عاوتاني حالتي مال حالتي انت من نهار خديتي كنت هي لابسه داك السروال ما عرفتش هو السروال ولا الحمك هذاك وزوين كيعجبني كيعجبك وديما مضارب الفوق مع التحت دايره بحال شي قشبار ولا داك الزروال ما كيقولوا لي درني في الدار اصلا المهم ديالك ما نوضي ما عرفتش شنو هو شاف قايبات الهضره اسمعيني مزيان شاف قايبات السطيه ديالك والله حتى غنجيب عليك الضره بالله ديري بال كيما سمعتي من نيتك عند حال وين كنشوف ليه الدار والله ترقشيلها اهلا وسهلا معك بالليل هذا هناك ما عندك مرة ما عندك مسؤولية في الدار ما طير في الدار تابع انت كحلا صح تابع انا عند موي الساندويتش ديال الزوار فريا تنقصي على موي الساندويتش انت صاحبي عندك المرة زعما صاحبي الشوارع صاحبي شمن مرة واش دينا هاد الهضرة كاملة صاحبي جينا ناكلو صاحبي هذا غير حايد الله والشريعة صاحبي اش كنقول لك تصنع صاحبي الزواج كبير اخويا عيالة اليوم بوب بوب عيطوا لهادي نشوفوا واش دارت
عرفت مزال شكرا بخير. شوفي ما تقيش لي هاد الهضره. شوفي اش غادي نقول لك. نوضي جمعي حالتك وجمعي هذيك الروينه على السيد راه دابا يجيبها لك الضره. واش اختي دابا اختي انت لما نخرجتي معفونه حالتك مقلقه. نوضي اختي جمعي هذيك الروينه. شوفي راه نقول لك نوضي جمعي هذيك الروينه ولا راه غيجيب عليك الضره. يلا حيدي باي باي. ما بغيتي الزين ديالي. مرحبا على الراس والعين. انت هي اللي عارضه عليا. لا لا الله يكثر خيرك. مرحبا على الراس والعين. اللي بالي شي مشكل. مرحبا. لا لا ما نتعطلش عليك. هاني واخا لالي هي اللي كيعرف العيالات. ديك الهضرة بصح غيتزوج عليا. يلا باي باي. شنو غندير انا دابا؟ سلام. الله باي باي. سلام الزين. يلا نضبط الحوايجنا. يا اختي الدبان انت مالك عاوتاني الصبعة؟ تا خلاها لنا وصافي. خلي غيتزوج عليا هادشي اللي سمعت. اويلي واش كتقولي؟ والله ما عرفتش اش دايره بصح ولا كيضحك. ما بقيتش فاهمه والو. وبيني وبينك اختي لا تزوج وما متلوميهش. مشي صحيتي ديك الحاله اللي جيت لقيتك في ديك النار بالدار ريحه البصله هالشعر مشي هكاك. مالكي واش عمرك شي راجل كيبغي المراه تكون هكاك؟ واختي راه ما كنعرفش نشقى. ما كتعرفيش تشقي؟ يا ولي اختي دخلي اليوتيوب ديري كيف اغسل المواعين كيف اجفف راه كلشي ولا اختي في اليوتيوب. واش قا صاحبتي تا هو ما كتعرفيش شنو غندير؟ ما عرفيش طقي حالتك. ما تعرفيش دير واحد ديودوغ. ما تعرفيش تمسح حوايج نقيين. سمحي لي اختي الراجل ما يبغي هكا. وسمحي لي ويلي توقضي شويه. توقضي الا تزوج سرك. زعما الا درت بحال هكا ما يتزوجش عليا. وتهلاي في راسك وديري حتى عكايره بحال العيالات ونضي الصاحبتي وجهك صويبينه وديري حتى تي بواي ميضه طلاي داك الوجه ومشطي داك الشعر ونقي الحاله. يا ويلي عرفت اش غندير اليوم؟ غادي نقاد هادشي وغنقاد شي طاجين قلت لهم ما كنعرفش هذاك ما يسقاش انا غنقول لك كيفاش ديري وانا نعطيك ما تلبسي صافي نعطيك الماكياج. ايوا شنو حنا بغينا تشتي ليا داكشي غير هو كلشي ما عرفتش كلشي كيتلف ليا. واختي الصراحه بيني وبينك راه انت اللي فيك ليفوت. والصراحه كلشي كيجيبو ليا. ايوا ديري حل راسك ولا غادي يمشي يجيب لك شي زغلوله تخرجي تشي الزناق. شنو ندير هكا راه غنحماق. وسيري نوضي توقدي لك تمرة ولا لا مولاتي كوني مرة كوني كابابل. صافي عرفتي اليوم غندير هادشي وغنشوف. يلا نوضي سيري تقعدي. يلا باش ما كان ردي عليا. صافي صقعة. يا ربي اش هادشي ديك اللي داير بيا عاوتاني. كطير هادشي شويه. شحال الحداقة مالها؟ عجبك؟ واليوم بعدا راه بنتي ما وراني ديما كنت بحال هكا راه انت ما كنتيش كتشوف. منيتك كدوي؟ أول مرة غندخل غنلقى الطابلة بحال هكا. واخا أنا عارف هادشي شريعة مي هاني هاني. لا لا إيش مطيبة بوحدي. وعاوتاني مطيبة واحد الشهيوات واعرة. غنشوف هاد الشهيوة ديالك. يلاه سير على الله. خليل بغيت ندوي معاه. الله يسمعنا. اخبار خير؟ سمعتك داك النهار داوي في التليفون. سمعت الزواج ما زواج. المهم الا كنتي باغي تزوج ولا شي حاجه الله يسهل عليك. وسمح لي بزاف على داكشي اللي كنت كندير لك. والله الا جبتي لي الضحكه قسما بالله. علاش كضحك؟ علاش كنضحك؟ والله ما عرفتش منين غنبدا عليك. واش كتمرقن بيا ولا شنو؟ نقول شنو كاين؟ والله ما عرفت باش غنبدا عليك. المهم شي هادشي كامل اللي درناه احيت نتي. الله يحفظك ليا اخويا. والله الا بخير كلشي مزيان. انت خلعتيني من الصباح وانت كتصوني ياك ما كاين باس. والو باس اختي حنان عندي ما نخبي عليك. علاش في واحد الموضوع حيت ما نكذب عليك ما والو. ديك خشك راه دلاه معاه والله.
مالك يعني ياك لاباس عاوتاني نفس الموضوع نفس الموضوع والله يا خويا شعيق راه ما خرجت لينا لا في شقه لا في مقا لا في والو والله تبس بزاف عيقات والله ما عطيتش الحل شنو هو نديرو معاها تزوج عليها ما جاش حيت راك عارفه انت انت غتزوج عليها وبان لي هادي لقاتها فرصه وبغات دير فيا ما بغات شي بان لي والله ها ودي شنو نقول لك والله ما عرفت شنو هاد الحل كاع والله الا زادت في اختي كاع عرفتي اش دير غدير راسك كتهضر معايا على اساس انني شي وحده كتعرفني ايوا صافي وغير تكون طلع عليها ودوي قدامها تسمعك صافي على اساس انك باغي تزوج عليها هذيك الساعات انا غادي نجي غنبدا نحكر عليها راه دابا يتزوج داك راه هادي راه هادي باش نيت نحكوه ونرجع نعرف زعما هذا هو الحل اللي بان هذا هو الحل اللي غادي يوقف يعني حيت لبقاش بحال هكا غتبقى ديما مدمن بزاف عيقات والله نتمنوهم الله الحل اللي ينفع معاهم والله حنا غنجربوا هذا هو صافي من بيناتنا شي حاجه صافي يلا في الله ان شاء الله راحت نمشي حالات شي كامل كرشوا ليا ايه وحمد الله وشكري وانا كنت غنموت بالخلعة قدر الله درت لك هادشي وكان شي واحد اخر ونجرى لك مع البال اختي سيا خصني نشكرها والله حيت دارت لي بحال هكا نقولك واحد الحاجة خصك تحمدي الله وتشكري اللي عندك اخت بحال هادي وكان شي واحد اخر كاع ما تشوفك بصح خوي خوي لينا اتي خوي خوي انا مسطية ديالي انت عارفة انا نسمح فيك يا بسم الله اش كتخويا كاس واش تي هي تي واش تبدلي صافي راه وليا